السلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. عجاجة مدينة مراكش تخلف قتيلا وجريحين وخسائر مادية، التفاصيل في هذه الحلقة. رئيس إشبيلية يخرج عن صمته بخصوص انتقال بونو إلى نادي ريال مدريد. واشنطن منزعجة من الجزائر بسبب قضية الصحراء المغربية. السجن النافذ للبرلماني الحداوي في قضية التلاعب بتذاكر مونديال قطر. اعتقال رئيس غرفة التجارة والصناعة بالداخل والقيادي بحزب التقدم والاشتراكية في قضية الاتجار في السجائر المهربة. وزارة الصحة المغربية تحذر من انتشار سلالة كورونا جديدة وتدعو إلى استكمال جرعات التلقيح. ارتفاع مفرط في الحرارة وعواصف هوجاء، المغرب تحت رحمة القبة الحرارية. جلالة الملك محمد السادس يحل بمدينة الحسيمة خلال ساعات. المغرب يوقع مع روسيا اتفاقية للتعاون النووي، التفاصيل في هذه الحلقة. أما في الأخبار الفنية، شيماء جاحد تشعل حماس جمهور الرباط والعرائش. أنس الباز يفرج عن تيزر الفيلم الكوري رانسوميد. محمد الترك يفجرها، طفلتي ليست لهن أم كونها لا تقضي معهن الوقت الكافي. فنان عالمي يحمل اسم زياش ويتجول في إسبانيا بقميص المنتخب المغربي. وضع المراكشيون والمراكشيات ومعهم زوار المدينة الحمراء أيديهم من جديد على قلوبهم بعد عصر يوم الجمعة، خوفا من تكرار عاصفة يوم الخميس والتي كانت عبارة عن عاصفة مطرية مرفوقة برياح قوية حولت المدينة لما يشبه منطقة صحراوية، وبات السير والجولان فيها حينها أمرا صعبا بل ومستحيلا أحيانا. العاصفة أو العجاجة بلغت بهجاوة في سقوط العديد من الأشجار، أبرزها تلك التي هوت بعرصة البيل المحادية لجامع الفنا والتي خلفت ضحية 30 يروج إنه مريض نفساني ذهب إلى الجلوس في العرصة المذكورة خصوصا خلال موسم الحر. مصادر إخبارية تحدثت عن إصابتين اثنتين بمحيط جامع الفنا دائما، إلى جانب خسائر لاحقت ببعض الممتلكات في مناطق مختلفة من مراكش، أبرزها سقوط لاقط هوائي خاصة بأحد الفاعلين الاتصالتين بمنطقة سيدي يوسف بن علي. نفى رئيس إشبيلية بيبي كاسترو توصل النادي الأندلسي بعروض من أجل التعاقد مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو. وجرى في الساعات الأخيرة تداول أنباء من طرف الإعلام الإسباني حول وجود مفاوضات بين مسؤولي الملكية ونظرائهم في إشبيلية من أجل ضم ياسين بونو لتعويض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا المصاب بقطع في الرباط الصليبي. وقال كاسترو في تصريح لأحد القنوات: الحقيقة هي أن إشبيلية ليس لديه أي عرض أو أي معرفة باهتمام أي فريق ببونو حتى الآن. وأشار كاسترو أن مشاركة الحارس المغربي في مباراة اليوم تؤكد أنه لا وجود لما سماه بقضية بونو في إشبيلية. خاتما كلامه: أكرر، لا يوجد أي عرض بالنسبة لها. قال مراسل قناة سكاي نيوز عربية في الولايات المتحدة إن مصادر الحكومة الأمريكية تؤكد بأن ثمة مشكلات سياسية كبيرة وعميقة في العلاقة مع الجزائر، وذلك تعقيبا على المحادثات التي أجرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره الجزائري أحمد عطاف بواشنطن. وأكد الإعلامي جو ثابت خلال برنامج رادار أن الصورة الزهرية التي بدت واضحة في اللقاء الثنائي بين بلينكين وعطاف
الأطراف لا تعكس في الواقع صحة العلاقات. وتابع قائلاً: نحن نسمع أن واشنطن في كل الدوائر، في البيت الأبيض، في وزارتي الخارجية والدفاع، منزعجة من موقف الجزائر القريب من روسيا غير المؤيد لدعم أوكرانيا. وأضاف ثابت أن واشنطن منزعجة من أن الجزائر لم تساير موقف الإدارة الأمريكية، سواء فيما تعلق الأمر ببايدن أو ترامب حول موضوع الصحراء المغربية وجبهة البوليزاريو. وأضاف مراسل سكاي نيوز عربية في الولايات المتحدة أن هناك عدم تفاهم بين واشنطن والجزائر فيما يتعلق باتفاقات أبراهام، كما أكد جوتابت أن هناك بعض الجهات في واشنطن تتهم جهات داخل الجزائر بتزكية أو بدعم بعض الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي. قضت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بالحكم بالسجن النافذ في حق المتورطين في قضية ملف تذاكر المونديال، الحكم القضائي حبسا بسنة ونصف في حق كل من رئيس أولمبيك أسافي الحيداوي وغرامة 2000 درهم، بينما تم الحكم بالسجن النافذ 10 أشهر نافذة وغرامة 1000 درهم لعادل العماري الصحفي بإداعة راديو مارس. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أنهت التحقيق في قضية تذاكر مونديال قطر مع رئيس أولمبيك أسافي بداية يوليوز الجاري، حيث قدم أمام أنظار وكيل الملك بعين السبعة ليتم تأجيل تقديمهم بعدها. وكان الحيداوي قد قال في حوار صحفي سابق أنه اقتنى 25 تذكرة بمبلغ مالي كبير قارب 20 مليون سنتيم دون الكشف عن الطريقة التي اقتنى بها هذه التذاكر ولدى أي سجل. وشددت مصادر إلكترونية على أن وكيل المالك أمر بمتابعة الضانين في حالة اعتقال. الجدير بالذكر أن غرفة المنازعات الانتخابية بمحكمة الاستئناف لأسفي كانت قد حكمت بالسجن 3 أشهر موقوفة التنفيذ في حق ذات البرلماني محمد الحيداوي والتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية بسبب فقدانه للأهلية على خلفية صدور حكم نهائي في قضية شيك بدون رصيد. فندت عائلة المنتخب الصحراوي كل ما تم تداوله من لغط وسيناريوهات حول حيثيات اعتقال ابنهم، وقالت العائلة أن الاعتقال تم بمقر الدارك الملكية ولم يتم داخل منزل أو مقر عمل أو في الشارع العام كما جرى تداوله بالسوشيال ميديا، وأن غير ذلك مجرد كذب وغير صحيح مطلقا. وحول تفاصيل اعتقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، أكدت ذات العائلة في بيان لها أن الفرقة الوطنية الخاصة بالدرك الملكي قد ربطت الإيصال بالمعنى بالأمر يومي الأحد 6 من شهر 8 2023 على الساعة 6 مساء من أجل الحضور لمقر الدرك الملكي بالدخل دون ذكر الأسباب. وأوضحت عائلة بوسيف أن ابنها قد تعرض للاعتقال مباشرة بعد وصوله لمقر الدرك الملكي بالدخل، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتجار في السجائر المهربة وفي قضية أخرى تعود لسنة 2011 حيث جرى ذكر اسمه في عملية استنطاق لمهربين تم اعتقالهم مؤخرا من قبل البحرية الملكية. ولفتت العائلة أيضا للرأي العام أنه بعد مضي يومين من الحجز بمقر الدرك الملكي بالدخلة جرى نقل المعني بالأمر رفقة المجموعة المعتقلة إلى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش يوم 10 من شهر 8 2023، فتم عرضه على أنظار قاضي التحقيق. وكانت مصادر متفرقة بالدخلة قد تناقلت أخبار بشأن كوموندو تابع للدرك الملكية قد حل بالدخلة واعتقل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لارتباطه بقضية للهجرة غير الشرعية، مضيفة في ذات الصدد أن المعنية بالأمر تم اقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية بثكنة شخمان للدرك الملكية بالعاصمة الرباط، وذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة أمرا باعتقالها. ويشار إلى أن ساكنة الدخلة تترقب بشدة الإفراج عن حقيقة الأسباب التي أدت إلى اعتقال المنتخب الشاب المنتمي لحزب الكتاب، مطالبين في الآن نفسه بإطلاق سراحه فورا وتبرئته من كل التهم المنسوبة إليه نظير سمعته الطيبة وعلاقته الجيدة مع المواطنين وتفانيه في العمل. أك
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يومه الجمعة أنها تواصل تتبع الوضع الوبائي بالبلاد، داعية إلى ضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه على الرغم من كون المملكة تعرف وضعا وبائيا مستقرا من عدم رصد أي حالة مرضية ناجمة عن السلالة الفرعية EG5.1 المتحور أوميكرون لفيروس السارس كوفيد-2 أو ما بات يعرف بسلالة إيريس لحد الآن، فقد بادرت إلى استشارة اللجنة العلمية لكوفيد-19 من أجل تقييم المخاطر على الصعيد الوطني وتقديم التوصيات اللازمة، وذلك في إطار اليقظة الوبائية والتأهب المستمرين للمركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة. وأضاف ذات المصدر أن التقييم خلص إلى أن انتشار المتحور الفرعي EG5.1 وحدوث موجة جديدة بالمملكة يبقى واردا مع إمكانية تسجيل بعض الحالات الخطيرة وحتى الوفيات، خاصة ما بين الأشخاص المسنين وذوي الهشاشة المناعية أو المصابين بأمراض مزمنة. وعليه يتابع المصدر، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واللجنة العلمية الوطنية تدعوان مجددا إلى ضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 الوخيم، وتهيبان بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي، مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب مع تجنب كل ظروف المخالطة مع الغير. وأشار البلاغ إلى أن عددا من دول العالم شهدت خلال الأسابيع الماضية ظهور السلالة سالفة الذكر، وإن لم يتم بعد تحديد مدى ضرواتها من طرف منظمة الصحة العالمية، مذكرا بأن المنظمة كانت قد أعلنت عن إنهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية لكوفيد-19 في شهر ماي الماضي، لكن مع الاستمرار في اعتباره تهديدا للصحة العامة بالنظر لاحتمال انتشار متحورات وسلالات فرعية جديدة. يعرف المغرب هذه الأيام ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة، ما تسبب في اندلاع حرائق وعواصف رعدية مفاجئة في عدد من المناطق. آخر هذه العواصف معرفة مدن أكادير ومراكش، والتي أدت إلى وفاة شخص في عقده الرابع بساحة جمع الفنا. خبراء البيئة وتغيرات المناخ يرون أن ما يعرفه المغرب لا يختلف عن الحالة التي تعيشها دول البحر الأبيض المتوسط لشمال إفريقيا وجنوب أوروبا، وهي الظاهرة التي تعرف بالقبة الحرارية. ولم تقتصر موجة الحرارة القياسية بالمغرب على المناطق الداخلية وجنوب البلاد، بل شملت حتى المدن الساحلية التي كانت تمتاز باعتدال طقسها. وتوصف القبة الحرارية بأنها ظاهرة مناخية تفضي إلى موجة حر شديدة تستمر لأكثر من أسبوع، وتتولد نتيجة نشوء منطقة ضغط عال في طبقات الجو العليا ستراتوسفير بسبب الانخفاض النسبي في درجة الحرارة مقارنة مع طبقات الغلاف الجوي الأدنى منها التروبوسفير ذات الحرارة الأعلى. علمت أحد المواقع الإلكترونية أن الملك محمد السادس سيحل بمدينة الحسيمة خلال الساعات القليلة المقبلة لقضاء عطلة خاصة رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن. زيارة الملك محمد السادس ستتخللها أيضا أنشطة رسمية، حيث ستمتد لتدشين مشاريع جاهزة كالمستشفى الإقليمي الكبير والملعب الجديد للمدينة بالقرية الرياضية. هذا وعلم نفس المصدر أن المقام الملكي سيمتد لعدة أيام، حيث سيزور الملك مدينة الناظور لتدشين مدينة المهن والكفاءات التي باتت جاهزة بشكل كامل، وتنتظر ساكنة الريف بشغف كبير زيارة عاهل البلاد بعد فترة طويلة بسبب الجائحة. كشف معهد الشرق الأوسط في واشنطن عبر موقعه الرسمي أن المغرب وروسيا وقع خلال القمة الروسية الإفريقية الأخيرة في سان بطرسبورغ يوم 27 و28 من يوليوز اتفاقية تخص التعاون النووي بين البلدين. وحسب الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن والمتخصص في التجارة والطاقة والشؤون الجيوسياسية في منطقة شمال إفريقيا مايكل تانشوم، فإن المغرب وقع الاتفاقية مع شركة تابعة لشركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة الروسية.
وأشار ذات الباحث إلى أن المغرب يتطلع إلى التعاون مع شركة روساتوم الروسية على وجه التحديد في مجال تحلية مياه البحر، وهي عملية تستهلك الطاقة بكثرة وتحول تكاليف الطاقة الباهظة حاليا دون استخدام على نطاق واسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لأن المغرب وبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواجهون بالفعل إنهاكا مائيا كبيرا. وذكر أن تحلية المياه بالطاقة النووية بأسعار معقولة والتي يغذيها اليورانيوم المغربية يمكن أن تشكل جزءا مهما من الحل لتوفير المياه التي يحتاجها القطاع الفلاحي والاستهلاك البشري. ذات المصدر أشار إلى أن في 27 من يوليوز 2023 وقعت الشركة المغربية لحلول المياه والطاقة مذكرة تفاهم مع شركة روساتوم سمارت، وهي شركة تابعة لشركة روساتوم للطاقة النووية المدنية الروسية، وتهدف الاتفاقية إلى استكشاف تطوير محطات تحلية المياه في المغرب باستخدام تكنولوجيا روساتوم من أجل توفير المياه للفلاحة والصناعة والاستهلاك البشري. ولا تخضع الشركة الأم ولا شركة روساتوم حاليا لعقوبات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وتم إضفاء الطابعة الرسمية على مذكرة التفاهم على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية في سانت بطرسبورغ، حيث تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز تفعيل مذكرة التعاون لعام 2017 الموقعة من قبل وزارة الطاقة المغربية مع شركة روساتوم كجزء من المشاركة الاقتصادية الحذرة للرباط مع الكريملين في أعقاب زيارة الملك محمد السادس التاريخية إلى موسكو عام 2016. واختارت الرباط قبل ذلك وخلال انعقاد القمة الروسية الإفريقية الأولى في سوتشي في عام 2019 توسيع تعاونها في مجال الطاقة مع موسكو. في تلك القمة أبرمت شركة ميا إنرجي المغربية صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار مع شركة التنمية الحكومية الروسية فيب لبناء مجمع بيترو كيماويات ومصفات نفط شمال المغرب. وفي أكتوبر 2022 أعادت الحكومة الروسية تأكيد تعاونها النووي مع الرباط، مما مهد الطريق لمذكرة تفاهم جديدة مع شركة روساتوم في القمة الروسية الإفريقية الثانية التي عقدت قبل أسبوعين. ويمكن أن تكون الاتفاقية بمثابة سابقة إذا تم إدراج الطاقة النووية في مجموعة الحلول التي سيتم تنفيذها كجزء من استراتيجية المياه الوطنية بالمغرب والبالغة 40 مليار دولار للفترة ما بين 2020 و2050. وذكر الباحث أن روساتوم الروسية تتودد إلى الرباط لسبب وجه، وهو أن المغرب يمتلك حوالي 73% من احتياطيات صخور الفوسفات في العالم، والتي تحتوي على ما يقدر بنحو 6.9 مليون طن من اليورانيوم، وهو أكبر مخزون متوفر حاليا في العالم. افتتحت الفنانة الشابة شيماء جاحظ الأسبوع الماضي حفلين ضمن مهرجان رابا أفريكا، واللذان احتضنتهما العاصمة الإدارية الرباط ومدينة العرائش. ونجحت شيماء جاحظ في كسب التفاعل مع الجمهور الذي حضر حفلتها، والتي تعد أول مرة لها على خشبة المسرح. وعرف الحفل الأول حضور حوالي 65 ألف متفرج في المهرجان الذي عرف مشاركة عدد من أشهر النجوم المغاربة، في حين استطاعت الفنانة الصاعدة كسب قلوب أزيد من 40 ألف متفرج في مدينة العرائش، والذين عبروا عن حبهم لها. وبهذه المناسبة عبرت شيماء جاحظ عن فخرها واعتزازها لما قدمته في مدينتي الرباط والعرائش، مؤكدة أنها ستستمر في كسب حب واحترام الجمهور المغربي من خلال أغانيها القادمة. شرع الممثل المغربي أنس الباز في الترويج للفيلم الكوري رانسوميد الذي يعرف مشاركته إلى جانب عدد من نجوم الدراما الكورية تحت إدارة المخرج الشهير كيم سون هون. وقام أنس الباز بتقاسم الفيديو الترويجي للعمل مع متابعي حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام، كما شارك عددا من صور كواليس تصوير مشاهده في الفيلم ذاته. وأرفق الممثل الشهير الفيديو بتعليق جاء في مشاركتي في الفيلم الكوري رانسوميد لمخرجه كيم سون هون، العمل يجمع مواضيع سياسية في قالب مليء بالأكشن والإثارة والدراما، وحرص محبو بطل كازانيغرا على تمني النجاح لفنانهم المفضل خلال هذه المشاركة والتي تعد عالمية. عالم
عاد المنتج البحريني محمد الترك من جديد لإثارة الجدل بعدما هدد مرة أخرى بأخذ حضانة ابنتيه غزل وليلى روز من والدتهما الفنانة دنيا بطمة. ورد محمد الترك على أسئلة أحد متابعيه مؤكدا أن طفلتيه ليست لهن أم كونها لا تقضي معهن الكثير من الوقت بحكم انشغالاتها وارتباطاتها الفنية. وأكد المنتج السابق لدنيا بطمة أن كل ما يمنعه من استعادة ابنتيه إلى أحضانه هو بعض الإجراءات القانونية التي ينتظر أن يطبقها ليضم ابنتيه ويأخذ حضانتهما من والدتهما. يذكر أن دنيا بطمة لم تعلق على تصريحات زوجها السابق مفضلة التزام الصمت والانشغال بحفلاتها ونشاطها الفني الذي يعرف رواجا كثيفا تزامنا مع الموسم الصيفي. أشعل الرابور العالمي سونترال سي منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو له خلال تجوله بشارع مدينة مربية الإسبانية قبل يومين، حيث كان يستعد لإحياء حفل غنائي هناك. وظهر سونترال سي خلال قيامه بالتبضع رفقة حراسه الشخصيين، ظهر وهو يرتدي قميصا للمنتخب المغربي يحمل اسم الدولي المغربي حكيم زياش. وأعرب نشطاء مغاربة عن سعادتهم الكبيرة بهذه الخطوة الجريئة التي أقدم عليها الرابور العالمي رغم أنها لا تعد الأولى. وقام الفنان البريطاني الأصل والذي يحظى بجماهيرية كبيرة حول العالم قام قبل أشهر بإحياء حفل غنائي ساهر بالقميص الثاني للمنتخب المغربي معلنا حبه اللامشروط للمغرب. كانت هذه آخر فقرة في حلقة لهذا اليوم، شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.